هيدي قومصة الذهب. من 20 سنة كان حقها تقريباً 400 دولار، من 10 سنين 1200 دولار، بأول السنة وصلت لل 2000 دولار، وبآخر كم يوم تخطت ال 2500 دولار. فشو عم بيصير بأسعار الذهب؟ في أسباب عالمية عم بتأدي لهالارتفاع، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، شراء الذهب بقوة من قبل بنوك مركزية خصوصاً الصين، بولندا، تركيا والهند، واتجاه البنك المركزي الأمريكي إنه ينزل الفوائد المصرفية. بالرغم من ارتفاع الأسعار، عم نلاحظ بعض الطلب كتير قوي على الذهب. كل المواطنين والسمول بزنسز والميديوم بزنسز عم بيستثمروا كل أرباحهم بالذهب، والريزن الأساسي إنه قادرين يستثمروا بأماونت صغير وأماونت وسط وأماونت كبير. في بلش من أنصة 5 جرامات يوصل لكيلو لنص كيلو لاثنين كيلو، والسهولة كمان بتسهيل بعدين الذهب. بحيلا بلد بالعالم كل شخص معه ذهب بيقدر يبيعه بالليستد برايس. في مستثمرين وعدد من البنوك الكبيرة عم بيراهنوا إنه الذهب رح يكمل بمساره التصاعدي. برأيكم هل التوقعات رح تصدق؟ يلي أكيدين منه هو إنه لهلأ كل حدا شاري قطعة ذهب حظه معه.